بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. وأهلا بكم لنستأنف السير في الطريق إلى الله، ونستكمل اليوم الحديث عن رياضة النفس وتهذيب الأخلاق وفق خلق سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن حسن الخلق وتربية الأبناء، وذلك من خلال كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور محمد، أهلا بك. مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. يمكن وإحنا بنتكلم برضو، والكلام على الأخلاق كلام تتسع له دوائر كثيرة وكثيرة، وبينعكس بشكل مباشر في إعادة صياغة العلاقة بيننا وبين كل مناحي الحياة. طيب دلوقتي إزاي أنا أقف على عيوب نفسي عشان بداية الإصلاح، بداية التهذيب هو إني أعرف عيوبي إيه هي؟ إزاي أعرف وتعرف على عيوب يا مولانا؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى، وبعد، إزاي أعرف عيوب نفسي؟ مولانا الشيخ أبو حامد الغزالي ذكر 4 طرق لمعرفة عيوب النفس، ممكن نلخصها في الآتي: يا إما عن طريق شيخ مربي، أو من صديق، أو من عدو، أو من الناس. شيخ مربي أو من عدو، صديقي يا من صديق، يا من عدو، ناصح، أو من عدو، أو من الناس، أو من الناس. بضيف إليها ممكن أنا بس بشروط، من خلال نفسي أنا بس بشروط. إيه هي الشروط؟ نوصل الأول نشوف يعني إيه من يعني شيخ أو صديق أو عدو أو كذا. شيخ يعني زي ما بقول أبو حامد حجة الإسلام رضي الله عنه الغزالي: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفوس، مطلع على خفايا الآفات، يأخذ بيد المريد، فهنا المريد بيتبع إشارته وبيأخذ بنصيحته بنصيحتي. لو تتذكر من قبل لما اتكلمنا عن الشيخ الحقيقي، قلنا ان الشيوخ الحقيقيين دول اطباء قلوب، اطباء نفوس، اطباء عقول، اطباء ارواح، اطباء اسرار، كلهم بدرجته. فالشيخ اللي هو من اطباء الارواح واللي من أطباء القلوب أو النفوس يكون له استشراف على داخل الإنسان اللي قدامه بصدق السريرة وشفافية الروح، يكون له استشراف على بواطن النفوس، فيستطيع أن يستكشف ما في هذه البواطن. فيمكن أن المريد في هذه الحالة يتبع شيخ ناصح تحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وحالا، وده زي ما قلنا شأن المريد مع شيخه، لكن والتلميذ مع أستاذه. لكن مولانا أبو حامد الغزالي يقول: قد عز هذا في هذا الزمان وجوده، الشيخ المربي ده ده الشيخ الغزالي بيقول ايه؟ قد عز هذا في هذا الزمان وجوده، ده في القرن الكام؟ يعني 6 الهجري تقريبا على ما أذكر. فيعني ده إذا كان في زمن الغزالي، يبقى فما الحال بنا اليوم؟ ها؟ ولكن طبعا كل إمام من الأئمة، طبعا عقول الناس على قدر زمانهم، والناس على قدر زمانهم، مقامات الناس بنفوسهم وعقولهم ومراتبهم الروحية والدينية على قدر زمانهم أيضا، لأن في كل زمان بيشتكي العلماء من زمانهم من زمانهم. يعني أيام الإمام الجنيد، شوف القرن 2 الهجري بداية 3، يقول: لقد اندرس هذا العلم وطوي بساطه، وما نتكلم فيه الآن إنما في حواشيه. ده إمام أهل الطائفة اللي بيقول كده. بعد 2 قرن أو شيء الإمام القشيري يقول:
لا والذي حجت قريش بيته مستقبلين الركن من بطحائها، ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلا بكيت أحبتي بفنائها. يا سلام. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. وهكذا كل زمان بيشتكي من زمانه. وطبعا فما بالك بهذا الزمان يعني. فدي أول شيء اللي هو الشيخ المربي الناصح. الأمر الثاني أن يصحب صديقا صدوقا متدينا، فيصطحبه كرقيب عليه، يؤمن على نفسه، يلاحظ أحواله وأفعاله وينبهه على عيوبه والظاهرة أو الباطنة. صديق صاحب ينصحك وتقبل نصيحته بمجرد الصحبة، زي ما قال الشيخ زهروق لما كان بيتكلم عما دار بين العلماء من الاختلاف حول ضرورة الشيخ من عدمه، فقال إن يمكن يكفي عنه صحبة الصالحين ولكن لأصحاب النفوس الزكية. مش اللي ياخدك كعدو لما تنصحه، لا ده هو أصلا هو يريد هذا. سيدنا أبو الحسن رضي الله عنه الشاذلي يقول لا تصحب إلا من يذكرك بالله رؤيته، لا تصحب إلا من يذكرك بالله رؤيته. هو في الإيه رؤيته، هو بيقول إيه يا ولدي لا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله. غالبا لأن أي مكان حتى ولو في مسجد ممكن الشيطان يلعب بيك ربما. لكن أيضا المسجد ليس كالمقهى، والمقهى ليس كشيء آخر. فلا يا ولدي لا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تنقل قدميك إلا حيث ترجو رحمة الله، ولا تصحب إلا من يذكرك بالله. أدي الصحب رؤيته تذكرنا بالله سبحانه وتعالى يعني ويصدقك. ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا في الله. سيدنا مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم كان يقول إيه من ضمن الأبناء الطريق، يعني يقول لهم يا ولدي الجاهل في ذمة العالم، والضعيف في ذمة القوي، والفقير في ذمة الغني، والأرعن في ذمة الحليم، وهكذا. يعني إزاي الصحبة هنا يبقى كله بيتكافل ويتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. ومولانا ابن عطاء الله السكندري لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله أقاله. مولانا أبو الحسن ده الحال والمقال في نفس الوقت. دي الاثنين. لا تصحب من لا ينهضك حاله. ايوه. ولا يدلك على الله مقاله. مش اللي يغويك ويبعدك عن ربنا. مولانا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، شوف الكلام الجميل بيقول ايه. لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم، ولا من يؤثرك على نفسه فإن ذلك لا يدوم. واصحب من إذا ذكر الله. لا تصحب من لا يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم. من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم. ولا من يؤثرك على نفسه فإن ذلك لا يدوم. غالبا لا يدوم. واصحب من إذا ذكر الله. فالله يغني به إذا شهد. شفت الكلام الجميل؟ فالله يغني به إذا شهد، وينوب عنه إذا غاب، وينوب عنه إذا فقد. ذكره نور للقلوب، ومشاهدته مفاتيح الغيوب. ده هذا الشخص. نعم. واصحب من إذا ذكر الله. أيوة. فالله يغني به إذا شهد. تشوفوا كده ربنا يغنيك به. كان مولانا ابن عطاء يقول
إذا كانت الرحمات تتنزل بذكرهم فما بالكم بحال اجتماعهم عند ربهم الله. عند انتقالهم إلى الرفيق الأعلى. فالله يغني به إذا شهد. ليه؟ لما تشوفه يقوم ربنا يغنيك به، ربنا يملأك به أنوار وأسرار. الناس اللي عشرت المشايخ وعرفتهم تعرف هذا المعنى، تفقه معنى كلام ابن عطاء الله رضي الله عنه وهو يقول: شيخك الذي أدبك بأخلاقه وهذبك بإطراقه وأنار باطنك بإشراقه. طب هو أدبك بإخلاقه هتقلده، لكن يهذبك بإطراقه هو ساكت. أيوة الحال مطرق، مش ده الحال يا مولانا؟ نعم. وهذبك بإطراقه وأنار باطنك بإشراقه، يشرق عليك، يقوم ينور الباطن بتاعك من فوق لتحت كده ولا من تحت لفوق، عارف زي السكانر كده. سكانر يبقى ماشي كده من فوق لتحت، ينظف يطهر النظرة دي. ما دي النظرة والمدد اللي هم مش فاهمينها. لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، بس مش فاهمين النظرة دي. هم بيعرفوا النظرة بتاعت العيون، ما يعرفوش نظرة القلوب، ما يعرفوش الحقيقة العناية، ما يعرفوش الحقيقة. أيوة. وينوب عنه إذا فقد. ربنا ينوب عنه إذا فقد. إيه ده؟ يا ليت قومي يعلمون هذه المعاني الجميلة. وينوب عنه إذا فقد. ذكره نور للقلوب، مجرد ما يذكره يستنير القلب، ومشاهدته مفاتيح الغيوب. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هو عمر؟ يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. هذه الصحبة الحقيقية. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، بيعتبر أنك أنت لما تقول لي على عيوبي دي الهدية. فلا خير فيك إن لم تقولها، ولا خير في إن لم أسمعها. أسمعها هذه العلاقة الحقيقية. لا، شوف التعبير الجميل بيقول إيه: أهدى إلي عيوبي. هو ده كده. تخيل انت بتهدي صاحبك، ايه؟ شفت الهدية الحقيقية اللي الناس تعرف المعنى بتاعها. صحيح. رحم الله امرأ اهدى الي، أهدى إلي عيوبي. عيوبي. وكان ايه لما يلاقي سيدنا سلمان يقول له ايه، يسأله يقول له ايه: ما الذي بلغك عني مما تكره؟ ايه اللي بتسمعه عني انت تكرهه، ما تحبوش فيا؟ فيقوم سيدنا سلمان يعني يسكت ويعتذر ويحاول يتهرب، يقوم يقول له: زي انت ما قلت كده، لا خير فيك ولا خير في. لا خير فيك ان لم تقولها، ولا خير في ان لم اسمعها. ايوه. سيدنا عمر كان يعدو خلف سيدنا حذيفه، لما علم ان سيدنا حذيفه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر لحذيفه رضي الله عنه باسماء المنافقين وعلاماتهم، فكان يجري وراه يقول له: يا حذيفه، وهو يبكي بحق الله عليك، أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني منهم؟ أجبني يا حذيفة بحق الله عليك. وفي رواية سيدنا أحمد بن حنبل يقول له إيه لسيدنا عمر، بيقول له حذيفة يعني: يا حذيفة، هل ترى آثار النفاق علي؟ العلامات اللي قال لك عليها سيدنا النبي أنت شايفها عليا لهذه الدرجة؟ شفت إيه؟ أدي الصحبة. سيدنا الإمام الغزالي في طريق الصحبة والصداقة يقول: إلا أن هذا قد عز في هذا الزمان. قال لي يعني قد عز فيها، فقل في الأصدقاء من يدلك على عيوبك. ليه؟ لأن المداهنة غلبت، فقل من تجد من يترك المداهنة. أيوة. المداهنة يعني يرأيك خلاص. صحيح. مهم يعني يغشك في ده. احنا ماشيين الحقيقه يعني، ما دام في مصلحه بتجمعنا ده احنا ماشيين مع بعض. صحيح. مش مهم الحق يجمعنا، لكن طالما المصالح ولو كانت باطله تجمعنا، مش مهم الحقائق ايه. او قل من يترك الحسد، لان ما هما بين اتنين، يا اما هو اصلا عارف العيوب وبعدين يداهنك، أو
لا يجد فيك عيوبا ولكن للحسد الذي في قلبه يوجد لك عيوبا وما هي بعيب. تمام، واخد بال حضرتك؟ ولذلك يقول فلا يخلو الصديق أو الأصدقاء من حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيبا، ها؟ أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبك. ولهذا سيدنا أبو داود الطائي اعتزل الناس فقالوا له لما؟ قال وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي. شفت الناس كانت بتدور على عيوبها إزاي؟ ده الصحبة. نتركنا الشيخ بنتكلم في الصاحب. قال لك وماذا أصنع بأناس لا يدلونني على عيوبي، لا يهدوني إلى عيوبي، أصحابهم ليه؟ فأين نحن الآن من ذلك؟ يمكن هذا السؤال سؤال مهم جدا، أين نحن الآن من ذلك؟ أين الصديق الذي صديقك الذي صدقك لا من صدقك؟ هذه العلاقة التي أوجزها وأوجدها وعبر عنها سيدنا عمر لا خير فيك إن لم تقلها ولا خير في إن لم أسمعها. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. إذن هناك طرق حقيقية يقدمها أطباء القلوب لنتعرف على عيوبنا ومن ثم نعالج ونصحح ونسير في الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى بإعادة هذه الصياغة، صياغة العلاقة بيننا في هذه الحياة. تعرفنا على شيخ المربي، الصديق، الثالث وسيلة أو ثالث طريقة وهو العدو. كيف يكون العدو دال على ما فيه من عيوب؟ أن أستفيد في معرفة نفسي، في معرفة عيوبي، من ألسنة أعدائي، من ألسنة العدو. لو أنا بفهم، لو أنا بدور على طريقي مع الله سبحانه وتعالى، أتفكر فيما يقال من العدو، لأن عين السخط تبدي المساوئ. كله إيه؟ الشعر. وعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي لك المساوئ. كان مولانا الشيخ رحمة الله عليه يقول يا ولدي الحب ستار العيوب. صحيح. المحب ما يشوفش العيوب، لكن عين السخط تبدي المساوئ، تطلع اللي ما طلعش. حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يستدنى لك الغلط. يعني كان زمان الناس عندنا، لأن كان الدين عندهم سلوك. الله. الدين كان معاملة، فأبو ترجموه الى امثله شعبيه. يقول لك ايه؟ زي سيادتك ما تفضلت، دريت الحب عام مكسوره. بالضبط كده. ها ال 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 الايه حبيبك، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يستنى لك الغلط. لا، ده مش يبلع لك، يندغ لك الزلط كمان. عندنا كده احنا كمان. ده ابلغ. ده حبيبك يندغ لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. فبالتالي ايه؟ فانت لازم تستفيد من هذا، لأنه بيطلع إيه؟ بيحفر وراك عن العيوب. وحتى لو ما فيش لازم يقول لك عيب. صحيح. فأنت توقف، يا ترى الكلام ده ممكن يكون صحيح ولا لا. والعاقل ينتفع من نقد عدوه. ولذلك سيدنا من عطاء الله يقول إيه؟ فأصل كل معصية وعيب، وأصل كل معصية وعيب ويعني عيب من العيوب يعني، هو الرضا عن النفس. أيوة. وأصل كل طاعة ويعني وترقي أو تقدم أو كذا، فبسبب عدم الرضا عنها. ولذلك قال ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما لا يرضى عن نفسه. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. فالعاقل ينتفع من نقد عدوه، ولا يغرنه مدح الصديق. برضو زي ما بقول مولانا ابن عطاء الله، ما وركش مدح الصديق وأنت تنتفع من نقد العدو، بس لا تغتر
بمدح الصديق، لأنه كما قال فيما معناه: من مدحك إنما مدح فيك جميل ستره. وليس أجهل من مدحك إنما مدح فيك جميل ستره. فالفضل لمن سترك لا لمن مدحك، وليس أجهل ممن يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. وإذا مدحت بما لست أهله فامدحه بما هو أهله، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. النوع الرابع في كيفية معرفة عيوب النفس: من خلال الناس، يخالط الناس فيرى عيوب نفسه من خلال مرآة الناس، لأن المؤمن كما ورد في الحديث مرآة أخيه، المؤمن ومرآة المؤمن. فما رأى من عيب في الناس فلا ينفك عنه عيب فيك، عشان تبقى عارف، لأننا كلنا في هذه الدرجات كده إلا الأولياء. يرى العيوب باستشراف، بتمكن، لكن إحنا ما بنشوف عيب بيبقى من مرآة العيوب بتاعتنا. أخبر حضرتك يعني أنا ما بشوف عيب فيك من مرآة العيوب. لو لاحظت فيك بخلا تعرف أن مرآة البخل هي التي صورت هذا البخل. لو رأيت فيك كبرا فلتعلم أن مرآة الكبر هي التي صورت هذا الكبر. عندي أنا العيب ده، عندي أنا كمان. عندي عندي أنا العيب ده. قد يكون أصل العيب أو أقل منه أو أعظم منه. عشان كده مشايخنا أقول لك إيه: خلي البصر بصيرة. يعني إن رأيت ما يسيئك في الآخرين فخلي البصر بدل ما هو باصص لبره وشايفه، خليه يبقى بصيرة وبص جواك، يا ترى في الكلام ده ولا لأ. أدي رقم واحد. فإن كان في فأعمل على علاجه ومجاهدته، وإن لم يكن وقل ما يكون هذا فلابد أن يكون هناك أثر منه على الأقل. إن لم يكن أو لو كان أقل فأقول إيه: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وأدعو له وأشفق عليه أن يعافيه سبحانه وتعالى من هذا العيب، لعل الله يعافيني من عيوب أخرى ربما لا أدريها. فإذا ده، ولذلك قيل لسيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام فيما رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد والدينوري، الدينوري في مجالس في المجالسة وجواهر الحكم، ولكن عن بعض الحكماء، قيل له: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، ولكني رأيت جهل الجاهلين شينا فاجتنبته. يعني شينا يعني عيب، يعني أو حاجة وحشة كده فاجتنبته. مشين يعني حاجة مشينة. فشاف. فإذا بتعلم من إيه؟ من الآخرين، من إيه؟ من عيوب الآخرين. فدي الأربع وسائل اللي ذكرهم مولانا الإمام الغزالي. ولذلك بقى ما نعتبرش اللي نقولها دي حاجة خمسة، لكن أنا إذا كإيه كمحب أن أطلع على عيوبي وإن أنا أعرفها، لابد من يقظة النفس، أن أتيقظ إلى نفسي، أن أكون دائم اليقظة إلى نفسي. فإن كنت دائم المراقبة واليقظة لها أستطيع أن أتبين. وخلي بالي من إيه؟ من الإيه؟ الخدع بتاعة النفس وعيوبها، فأستطيع أن أكون يعني ده اللي هنيجي فيه، اللي هو الوسيلة رقم خمسة اللي احنا قلنا بشروط. بقولك بس بعد ما الشروط ان يعني اتفضل. خليني بس اخد التليفونات. الاستاذ علاء من القاهرة. استاذ علاء اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. استاذ حسن اسم الصوفي الاصيل. اهلا بيك يا فندم. اهلا من حسن الظن. حسن الظن محمد مهنا. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا بك فيك. انا ليا استفسارين تعالى. سامع. اتفضل. السؤال الأول: كان في شيخ بيقول إن مصاحبة الشيخ مهمة للمريد. مصاحبة الشيخ مصاحبة الشيخ للمريد مهمة. المريد للشيخ. مصاحبة المريد للشيخ مهمة. يعني أيوة. في حال عدم في حالة غياب الشيخ يكفي الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تعادل لو ما فيش شيخ للمريد تعادله. هل ده كلام ده
يعني يجوز ولا لا يجوز؟ طيب ادي صح او صح ده سؤال. هل في اسئله ثانيه يا استاذ علاء؟ السؤال الثاني، انا بحضر حضره، فالحضره اللي بحضرها يعني عجيب، بنقرا بسم الله الرحمن الرحيم لسوره ياسين، وقبليها خير ما قلت انا مجنون قبل لا اله الا الله 21 مره، ثلاثه بالمد والباقي بالعد. كنت مرتاح فيها نفسيا، حضره زينبيه. ايوه. لما بروح انتقل لاي حضرات تانية، ما ادعو من الناس واروح احضر حضره تانية زي مثلا الحضره البرهاميه، ما بنسجمش فيها، او سيدي الشيخ صالح الجعفري خدوني، كلها شعر. هي حلوه وبقعد فيها ما اقولش لا، لكن بحس ان مش المشرب بتاعي. طب هل ده حرام ولا حلال، او يجوز او لا يجوز ان احضر حاجه مش مشربي؟ حاضر حاضر. نعم. سؤال جميل، سؤال رائع. سؤال ربنا يخليك يا سيدي الكل، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الحاجة نادية، حاجة نادية أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. وبركاته. ازيك يا أستاذ حاتم؟ يا أهلا يا حاجة نادية. ازيك حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. تفضلي. ازيك يا دكتور محمد؟ مرحبا يا أستاذ الحاجة، أهلا وسهلا. معلش يا دكتور محمد، اللي هي سؤالين اتنين بس والله. طيب السؤال الأول. ما يبقوش صعبين بس يا حاجة نادية. ماشي يا دكتور محمد. والاتنين بيبقوا إجباري، مفيش اختياري في الأسئلة بتاع الحاجة نادية. اتفضلي يا حاجة نادية. الله اللهم صل وسلم وزيد وبارك. اتفضلي يا فندم. في عباره انا حافظها للغزالي من زمان. اكتب يا شيخ حسن. انا بكتب اهو. العباره بتقول ايه؟ اعلم اعلم ان الكذب حرام حتى في الخيال، وفي حديث النبي. اعلم ان الكذب حرام حتى لو في الخيال، وفي حديث النبي. ايوه. انا دلوقتي اللي قدامي ده اعرف ان هو كذاب ازاي؟ استشف ازاي يعني؟ ده سؤال. حاضر، في حديث النبي. السؤال الثاني، الشيخ المرقي كيف يرقي؟ كيف يعني ومن اين نجده؟ الشيخ المرقي. من هي الترقية؟ من هي الترقية؟ كيف يرقي؟ بشكرك شكرا جزيلا يا حاجة نادية. بنرجع للوسيلة رقم خمسة، اللي هي أنا يعني هذا الفقير الذي يريد أن يعرف أو يتعرف على من خلال نفسه على العيوب اللي فيها، إيه الشروط اللي لازم تتوافر لهذه النفس أو لهذا الشخص عشان يتعرف بنفسه على عيوب نفسه؟ نعم، هو طبعا الكلام ده لما أثير عند العلماء فاتفقوا على أنه من الصعب أن الإنسان نفسه يتعرف على عيوب نفسه. أيوة. ولكن إذا كان هذا الشخص ذو نفس زكية، عالم بموارد العلم وأصوله ومناهجه، فيمكنه من خلال ذلك أن يتعرف على عيوب نفسه باليقظة الدائمة، أن يكون متيقظ دائم لقلبه، ومع ذلك وإن وصل لا يخلو من رعونة، من رعونة حتى وإن وصل. برضو قالوا إيه؟ يعني لازم يكون عالم بالعلم وأصوله ومناهجه وضوابطه، ويكون ذو نفس زكية مهذبة قد كمل إيه؟ يعني خلاص بقى بالإشارة يفهم. لكن ومع ذلك وإيه؟ ويضاف لذلك إيه؟ أن يكون دائم اليقظة لنفسه، متفحصا لشؤونها وأمورها، ومع ذلك إن وصل لا يخلو من رعونة. بالرغم من كل ده، من كل ذلك، من كل هذه المواصفات، يعني ممكن يعرف عيوبه بس برضو لا يخلو من رعونة إن وصل. طيب وإحنا بنتكلم عن تعريف النفس أو الشخص عرف عيوبه، أبدأ طريق الإصلاح والتصحيح ومقابلة شهوات النفس وهذا الاضطراب، هذا الارتباك اللي بيحدث بعد التعرف على هذه العيوب، كيفية الإصلاح. الإصلاح هبدأ أنا بقى قدامي العيوب، بقت قدامي العيوب دلوقتي. طيب المعالجة إزاي؟ ما قلنا حسب بقى. لو هو الإنسان ده كان مع شيخ، إذن هيتبع إشارات الشيخ، سواء بقى حال أو إشارة أو عبارة. يعني الشيخ، المشايخ في التربية على درجات، يعني ممكن الشيخ يجمع هذه الدرجات الثلاث بس بحسب المريدين. ممكن الشيخ إن كان من أصحاب الأحوال المحققين العارفين، وده اللي مفروض يكون في الشيخ، فحيربي بالحال، يربي بالحال، دي أعلى درجات التربية. ما يكون متحققا به من حال، المفترض ان المريد ده هو لو كان صادق
هيستمد من حال الشيخ. إذا كان الشيخ من تحقق بحال لا يخلو حاضره منها، فعلى قدر صدق المريد. إن كان الشيخ متحققا بحال صدق فلا بد، لو كان هذا المريد صادقا في طريقه إلى الله هيلقط، فاستمد منه هذا الصدق. كان له نصيبا من الصدق على قدر صدقه. لو كان الشيخ متحققا بحال تقوى كان لهذا المريد على قدر صدقه نصيبا من هذه التقوى. لو كان الشيخ متحققا بحال حلم، بحال علم، بحال كرم، بحال من الأحوال، فلابد أن يكون لأصحاب الصدق من المريدين نصيبا من هذا، من هذه الأحوال. ولذلك كما سبق أن ذكرنا من قبل، حال رجل في ألف رجل خير من مقالة ألف رجل في رجل واحد. والشيخ أيضا يربي بالحال ويربي بالإشارة. حال ومقال وإشارة. حال وإشارة وعبارة. الإشارة أقل من الحال، الحال ده صمت، لكن الإشارة لو المريد اللي أمامك مش من أهل الحال، مش من أهل الإيه الاستمدادي بالحال، فتربيه بالإشارة. ده المشايخ يعني فيربي بالإشارة، يقول إشارة وانت عليك تفهم لو انت متيقظ ومركز. مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني، يمكن حكينا الحكاية دي من قبل ونحكيها تاني، بيقول ايه؟ والله المرأة غفلت عن الباب وتركته مفتوحا او مواربا، فتسربت منه الهرة فأكلت ما كان بالدار من طعام. دي كلها إشارة. أو فسطت على ما كان بالدار من طعام، كله إشارة. دافع فقعد اتنين مريدين كده قعدوا يبكوا بشدة وبحرقة، اللي هم مش أصحاب الإشارة ما فهموش، قعدوا يستغربوا هو إيه الولاد المجانين دول. والشيخ بقول لك مراته تركت الباب موارب كده والقطة تسربت كلت الأكل، هو إيه يا أخوي؟ فطبعا دولت إيه، دول كانوا أصحاب حال كويس، متحققين بأحوال طيبة، أحوال شريفة، أحوال منيفة، وبعدين غفلوا عن مراقبة نفوسهم فتسرب الشيطان وسطى على ما حصلوه من علوم ومعارف وأسرار، فأصبحت تزروها الرياح هشيما، تزروها الرياح، فأصبح إيه يتحسر على إيه ما فات. فعشان كده بيبكي، وليس هناك ألم أشد من ألم الحسرة والندم، ما يتعوضش، لأن خلاص يعض الظالم على يديه. ليه؟ لأن خلاص ما الموضوع بقى فيه، كل ما مضى ولا تستطيع إصلاحه بيبقى ألم الندم بيبقى صعب. معايا الحاجة سعدية من الإسماعيلية. حاجة سعدية أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا يا أهلا وسهلا حاجة سعدية. منور يا حبيبي ودكتورنا الفاضل مهنا. الله يبارك فيك. تفضل. أنا أسفة دكتور على قطع حديثك الشيق الجميل يا دكتور. لا تفضل يا ستي. بجد والله بقول لسيادتك يا دكتور، الوقت أنا ربنا يعني كرمني الحمد لله، جبت كام نسخة من كتيب دلائل الخيرات، دلائل الخيرات، بعض الحبايب، وانا بستمتع جدا جدا بكل ورد بقريب بتاع كل يوم عن الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. في بعضهم من لهم اخذ بعض النسخ مني، فبيقولوا لي لا ده في كلام وفي صفات للرسول عليه الصلاه والسلام غير الصفات، وفي كلام غير الكلام، يعني بس انا بستمتع بيه. استمر انا في الدعاء لان انا بحبه اذكر كل يوم الورد بتاعه. حاضر يا حاجة سعدية، ربنا يبارك فيكي. في أسئلة تانية؟ بشكرك يا حاجة سعدية. نطلع فاصل ونرجع نجيب على أسئلة السادة المشاهدين، كما تعودنا في الحلقات الأخيرة أن نجعل الجزء الأخير من الحلقة في إجابة أسئلة السادة المشاهدين. خليكم معنا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين. فضيلة الدكتور محمد مهنا، وإحنا استعرضنا طرق التعرف، بنتكلم برضو على طرق العلاج. يعني عشان نقول أو نكمل طرق العلاج، معالجة هذه المشاكل النفسية، هذه العيوب في الأخلاق. نعم كما قلنا بحسب طرق التعرف. فإن كان عن طريق مثلا بتعرف على عيوبي من خلال صحبة شيخ، فقلنا الشيخ بيربي إما يعني ترقية أو تربية أو يعني تعليما يعني. فمثلا الشيخ قلنا بيربي بالحال أو بالإشارة بالرمز، زي ما ذكرنا الآن كنا بنتكلم أنه بالرمز، قال زي حكاية سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مثلا، وفي إشارات كثيرة طبعا في هذا. أو يربي بالعبارة، والعبارة هنا مش العبارة العامة، عفوا مش العبارة الخاصة، مش يقول لك اعمل كذا، لا ممكن يقول لك اعمل كذا، لكن غالبا الشيوخ المحققين والمريدين اللي هم فاهمين صح ما ينتظرش ان يقول لك اعمل كذا، لا، الشيخ يتكلم بالعبارة العامة وأنت تأخذ منها ما يتناسب مع حالك وتشتغل ونفذ. وانت فاكر لما اتكلمنا عن حكاية ايه، اسعى ترى بري، كل واحد مشربه، كل واحد تاخد من على قد درجتك وتمشي تشتغل. لكن لو انت يعني تحتاج دائما الى في كل حركة وسكون اعمل كذا، لا ما تعملش كذا، لا يا ابني كذا، هذا فراق بيني وبينك، مش هينفع. ليه؟ لان الطريق طريق سير بالقلوب لا بالعقول والنفوس. فاذا انت عاوز كل حاجة لها مبرر ولها دليل عشان تمشي، لا، لا يمكن أبدا أن تستنفذ الأسباب ولا تستنفذ العلل، هتظل دائما محتاج في كل حركة وسكون إلى مبرر. مبرر الشيخ مش موجود عشان يشرح لك ويبرر لك كل حاجة، إن لم تجتهد أنت وترتقي لكي تعرف ما وراء العبارة وتستقي منها ما يفيدك، يبقى إيه، هذا فراق بيني وبينك. أنا قلت لك مرة يا ولدي واثنين وثلاثة، قلت لك يعني فأما السفينة فكانت وأما الغلام فكان أبواه وأما الجدار فكان، يبقى بقى هذا فراق بيني وبينك. مش كل مرة هفسر لك بقى، يعني فلابد أنك أنت تبقى دايما إيه، تبقى على مستوى العبارة العامة، تلقي على مستوى هذا التلقي، لكن لا، روح ما تروحش، اعمل ما تعملش، محتاج مبرر عشان افسر لك كل مرة، يبقى مش طريق ده طريق العقول، مش طريق الايه القلوب، طريق القلوب امر اخر. اسمعني فضيلة الشيخ محمد او دكتور محمد، طبعا لو كان بقى بالصحبة زي ما ذكرنا، لو كان بالناس الى اخره. الاستاذ علاء بيقول ملازمة المريد للشيخ، يعني مهمة مهمة مهمة، يعني هي حجر الزاوية. يعني طب إذا ما لقيناش الشيخ المربي، فهل علينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر ذلك بعض المشايخ والعلماء، أتذكر منهم مولانا الشيخ عبد الفتاح غدة أظن، قال من ليس له شيخ فيلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خلالها يعني ربما يصل يا إما إلى الشيخ أو يفتح الله عليه. لأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعله يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، يعيش النبي أقوالا وأفعالا وأحوالا، فإذا ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بالوصول. وده ممكن كثرة ذكر الإيه الشيء تجعلك تعيشه، تتحقق به، تشربه، تتشربه وتشربك، فتصبح إيه يعني متحققا به. وبعض العلماء ذكروا مثلا بعض الأشياء الأخرى، زي الشيخ الهندي لما ذكر هداية ربي عند فقد المربي، يعني إلى أن يفتح الله عليك بالشيخ المربي ممكن تعمل إيه. والشيخ محي الدين العربي أيضا له رسائل في هذا إلى آخره، يعني في طرق معينة بعضهم ذكر أن هذه يعني لمواساة المريد أو الطالب للحقيقة
إلى أن يفتح الله عليه بالشيخ، أو ربما كما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه بالتحقق والوصول. ولكن إذا كانت هناك ملازمة ووجد المريد الشيخ فعليه أن يلب طبعاً أن يلزم طبعاً هذا الجانب يعني. يا حارثة عرفت فلزم. نعم هتوفر لي كتير لا شك، لأن كما قلنا من قبل إن هذا الطريق لا يؤخذ من الأوراق ولكن من صحبة أهل الأذواق. أيوة، لأن الصحبة بتنعكس على صاحبها، الطبع يسرق الطبع، وصحبة المحققين يعني يستمد منها السالك أنوارا وأسرارا وعلوما. احنا قلنا الحال بينعكس على قدر الاستعداد يكون الاستمداد، فالاستمداد ده عبارة عن ايه؟ حال ينتقل من قلب المتحقق به إلى قلب المستعد لتلقيه. عايزين نروح للحاجة نادية، والحاجة نادية لها سؤالين. السؤال وفيما تبقى من 5 دقائق عشان يعني نلحق نجيب على الأسئلة. أعلم أن الكذب حرام ولو في الخيال أو في حديث النفس، إزاي أعرف اللي قدامي كذاب؟ لا هو بقول الكذب، الشيخ الغزالي بقول إيه؟ الكذب حرام، أعلم أن الكذب حرام ولو في الخيال أو في حديث النفس. ده درجة عالية من القاصدين طريق الله تعالى، مش لأي حد. لأن احنا عندما تحدثنا من قبل عن درجات اللي بيها يا ترى الحديث أو ما يرد على القلب من خواطر، متى يكون مباحا ومعذورا ومتى يكون حراما، واحنا قلنا ان مجرد حديث النفس ودون عقد العزم والنية لا يعد حراما، لكن متى يكون هذا حراما؟ إذا ما عقد العزم والنية على ذلك. لكن الغزالي ما بيكلمناش احنا اللي زي حالاتي، لكن بيكلم أهل الفقه عن الله تعالى، بيكلم أهل الصدق في القصد إلى الله عز وجل. إن مجرد إنك تتخيل شيء مش حقيقي في عالم الخيال فده حرام، في الخيال أو إيه؟ أو في حديث النفس، أو في حديث النفس، رغم إنه حديث نفس يعني رغما عنك وأنت لم تعقد النية عليه، ومع تعقد النية عليه ومع ذلك يعتبر حرام في حقك حسنات الأبرار، سيئات المقربين بهذا المعنى. كيف أصل إلى الشيخ المرقي؟ هو الشيخ المرقي يعني نسأل الله أن يفتح علينا ونصل إليه. احنا تكلمنا عن المربي من شوية، الشيخ المربي من شوية، لكن المرقي كما قلنا له استشراف على القلوب، يعني على بواطن الناس. الاستشراف ده نوع من العلم يقدر يعرف به الباطن فيدلك بالإشارة أو بالحال أو بالعبارة، العبارة العامة، فبيبقى شايف. هو سيدنا عثمان بن عفان لما شاف الراجل الصحابي قال له إيه؟ ما لي أرى أناس يدخلون علينا وفي عيونهم الزنا، ما هو ده له استشراف. وفي أدلة كثيرة من هذا القبيل. الاستشراف ده هو اللي يجعله إيه؟ يقوم يستشرف، يقوم يرقي بقى، يقول له خلي بالك، يقوم يرقي إلى مرتبة أعلى، لأنه باستشرافه هذا يبين للمريد ما ورد عليه وما يراد به، أي ما ورد عليه من خواطر وما يراد به. طب المرد مردي إيه بقى؟ فتحدث الترقية. نعم. طيب الحاجة سعدية بتقول والله أنا حبيت كتاب دلائل الخيرات واشتريت منه نسخ ووزعتها على المحبين، ولكن يعني البعض قال لي بعض الكلمات كده، فقلت لا أنا ألزم، أنا بحب الدعاء الأدعية اللي فيه وألتزم بالأوراد اللي فيه، فماذا علي؟ أنا هقول لك حكاية لطيفة جدا. تفضل يا فندم، نختم بها الحلقة. نعم. مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله كان محدثا، يعني عارف الروايات اللي بتأتي دي يعني إيه؟ محدثا عالي السند، بينه وبين البخاري 14 رجلا، وكان فقيها وكان عالما وكان عارفا بالله. فأستاذنا الدكتور أحمد زكي بدر يعني كان جاب لنا، والدكتور أحمد يعني من الصالحين، فكان جايب طبع دلائل الخيرات
ووزعها على المريدين زي بالضبط بنتنا دي. والدكتور احمد زكي بنقول له يعني ايه عمر بن عبد العزيز ذهبت عمر بن عبد العزيز وعدت عمر بن عبد العزيز. فلما وزعها بعض برضو حد ايه فقام رد مولانا الشيخ قال ايه دلائل الخيرات كلها خيرات دلائل الخيرات كلها خيرات كلها خيرات. فاذا يعني دلائل الخيرات اللي وزعتيها ديت كلها خيرات فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني التزمي او يعني خليكي مع الاوراد اللي فيها مع الاوراد اللي فيها ويا ريت نعرف بس نواظب عليها وناخدها ويجعلنا من اهل دلائل الخيرات يا رب. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلي وسلم دع يعني الناس اللي هم اللي بيشغبوا على اهل الله وعلى الذاكرين يا اخي انت مش لاقي اللي بيصلوا على النبي وتقول له دي بدعه ودي حرام ودي حلال وتسيب البلايا يا اخي فقه الاولويات فقه المحبه وفقه المحبه محب سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي هو بيضيع اي غلاظه في القلوب ويخلي في رقه في المشاعر وفي حب بين الناس وتأصيل لهذه المحبه في هذه الحياه ليقترب بها المسلم الى ربه. فضيله الاستاذ الدكتور محمد مهنا استاذ الشريعه والقانون بجامعه الازهر بشكرك شكرا جزيلا وخالص الحب والتحيه والتقدير ونلتقي ان شاء الله دائما لنستأنف السير في الطريق الى الله. دلائل الخيرات كلها خيرات اللهم اجعلنا اهلا لهذه الخيرات دائما. الى اللقاء.